أنا عارف يا حبايبي إنكوا فعلاً واجهتوا مشاكل كتير جداً، لكن أنا طبعاً كنت متأكد دايماً إنكوا هتنجحوا مع كل مشكلة، وأنا بتمنى إنكوا تكبروا وتفضلوا تحموا المحمية دايماً. وإنت دايماً تكون معانا يا جدو، ودايماً تكون بصحة وعافية. بس أنا مش عارفة يا جدو، ليه الناس بتكره المحمية؟ ومين بقى قالك إن الناس بتكره المحمية؟ كل الناس بتحب المحمية، وكمان بيحبوا السمك جداً والكائنات البحرية اللي بتعيش فيها. لأ يا جدو، فرح ما تقصدش الناس كلها، هي تقصد الناس اللي بتكره الطبيعة زي نديم الصياد. أيوة فعلاً، للأسف يا حبايبي نديم الصياد وفي زيه كتير هتلاقوهم في كل مكان في العالم، بيحاولوا يخربوا الطبيعة وبيحولوا جمالها لقبح. لكن الواجب على أمثالي وأمثالكم من الناس اللي بيحبوا الطبيعة إننا دايماً نحاول نحافظ عليها. ما تقلقش خالص يا جدو، هنواجه دايماً ونقف قصاد كل اللي بيحاول يدمر الطبيعة أو يأذي أي حد من كائنات المحمية. وده اللي أنا بتمناه منكم ومن كل أطفال العالم. ايه ده؟ انا مش شايف ايتها سمكة في المنطقة هنا، هعمل ايه؟ اغير مهنة الصيد؟ بس هشتغل ايه بس؟ انا ما بعرفش اعمل حاجة غير الصيد. طب اصطاد حمام ولا اصطاد بط؟ وحتى لو نويت اصطاد طيور مش هلاقي حاجة في السماء. هفضل هنا شوية يمكن ألاقي أي سمكة تعبرني.